مرحبا، معكم دكتور داني توم. أنا أخصائي بأمراض الجهاز الهضمي والكبد، واليوم رح نتناول موضوع كتير مهم بهم كل العالم، هو سرطان المصران والمخرج أو ما يسمى بالكولوركتال كانسر. كيف سبل الوقاية منه، تشخيصه عبكير مشان ما نوصل لهيدا الكانسر. أول شيء، هيدا الكانسر هو فينا نعتبره رابع أكتر كانسر موجود بين الكانسرز، وتاني واحد بيؤدي لنسبة وفيات عالية، وهيدا موجود بنسبة تلتين بالمصران الغليظ والتلت موجود بالمخرج. والأعمار اللي بنلاقيها فيها هي أعمار متفاوتة، بس دراسات بتقول إنه عند اللي عمرهم فوق 50 سنة متواجد عندهم أكتر، بس ما بيمنع إنه نلاقيها عند الأعمار الصغيرة. في كتير قصص بتزيد من نسبة حدوث هيدا السرطان عند العالم، أهمها عدم ممارسة الرياضة بشكل دائم، الاكثار من التدخين، الاكثار من تناول الكحول. 2، في قصص عند المرأة مثل إذا عندها ولد واحد، إذا عندها انقطاع بالميعاد بعمر كتير صغير، وكل الشانجمانات بالهرمونات اللي بتصير عندها. 4، كتير مهم كمان إذا في بالعائلة قريب من الدرجة الأولى أو قريب من الدرجة الثانية كان عنده أمراض سرطانية بالمصران أو لحميات، كمان بيزيد من نسبة حدوث هيدا السرطان عند المريض. بعدين بنحكي بالأمور الجينية، في عالم عنده أمراض جينية عندها لحميات كتير بالمصران، كمان هيدا بيزيد من نسبة حدوث هيدا الكانسر. وما فينا ننسى الاكثار من تناول المأكولات المدهنة والمأكولات المعلبة، هيدي كلها بتزيد من نسبة حدوث هيدا الكانسر. بالنسبة للعوارض، هيدا الموضوع فيه يبلش بلا عوارض نهائيا، واذا وجد بيقدر يؤدي لعوارض. وكمان العوارض بتختلف بين وين موجود الكانسر، اذا موجود على المصران عمالة اليمين او على المصران عمالة الشمال. بس العوارض اللي بدها تلفت لنا نظرنا وتخلي المريض يروح دغري يقصد اخصائي بالجهاز الهضمي هي التغير الفجائي بطريقة البراز. يعني كان عنده زلمة عم يخرج منيح، فجاه صار كتين، فجاه صار سهيل، دم بالبراز، ضعف وزن غير مبرر، فقر دم بالفحوصات، أو جيع بالبطن. مثلاً إذا كان الورم موجود على ميلة الشمال من المصران، بده يقول لك المريض عنده عدم اكتفاء زيتي بالخروج، عندي دم أحمر مخلوط مع الخروج، بس ينفحص بحس الطبيب كأنه في ورم تحت إيده. بينما إذا كانت على اليمين ما ضروري يشوف دم مرئي بالخروج، بيشوف دم غير مرئي بالخروج. في يعمل ألم على ميلة اليمين، في يضعف، يعني متى اكتشف بهالمرحلة بيكون ديجا صرنا مرحلة متقدمة. مشان هيك نحن واجبنا نوعي بوجود هذا المرض، لأنه إذا عملنا له وقاية منيحة فينا نتفادى حدوثه. أهم شيء ناخد فكرة عن صحة المريض بالفحص السريري وبالفحوصات المخبرية العامة. إذا بيبين معنا أي فقر دم غير مبرر، ساعتها لازم نشوف إذا في عنا أي مشاكل بالمصران، خاصة أنه الدراسات أثبتت أنه 90% من سرطانيات المصران هي من نوع الأدينوكارسينوما، يعني بتبلش من لحمية اسمها أدينوما. واللحمية هيدي عند حدا عنده استعداد جيني، الجدار اللي بيغلف المصران بيصور عنده تكاثر غير مبرر وبتتحول للحمية. قسم من هاللحميات إذا كان عندهم التهابات فيهم بيتحولوا لكانسر بين 5 و10 سنين. مشان هيك سبل الوقاية منه كتير مهمة، وتشخيصه المبكر كتير مهم. الوقاية منه الاكثار من تناول الألياف والخضار والفاكهة، عدم التدخين، عدم الإسراف من تناول الكحول، عدم زيادة الوزن، المحافظة على وزن مقبول. هوديك مثل ما بيقولوا إرشادات عامة لكل العالم. وفي بعض الدراسات بتقول عند العالم اللي عمره فوق 50 سنة إذا بياخدوا مميع دم من نوع الأسبرين كمان بيحمي من زيادة بنسبة حدوث اللحميات بالمصران. شو عنا قصص تنشخص هيدا الموضوع بما أنه قلنا أنه بتبلش من لحمية وبتتحول لكانسر؟ في عنا فحوصات مخبرية للبراز، وفي عنا تنظير المصران اللي هو جولد ستاندرد لتشخيص هيدا الموضوع. ابتداء من عمر 50 سنة
كل انسان لازم يعمل فحص الدم الغير مرئي بالبراز. في عندنا فحصين، في الفيكال اوكالت بلاد وفي الفت. هلا بلش نسمع عنه أكثر بالإعلام وعلى الفيسبوك وعلى التي في وبالندوات الطبية. الفت اللي اسمه الفيكال اميونو هيستوكيمستري تيستينج، هو فحوصات البراز هن بيشوفوا إذا في دم غير مرئي عم ينزل بالخروج ببين بالفحص، معناتها هذا الإنسان بحاجة إلى إجراء تنظير لأنه عنده شك بلحميات أو التهابات بالمصران. وهذا مفروض ينعمل بشكل سنوي ابتداء من عمر 50 إذا ما في أي مشاكل بالعيلة. إذا في بالعيلة أمراض سرطانية أو لحميات أو التهابات وتقرحات مزمنة بالمصران، ببلش هيدا الموضوع بعمر 40 سنة. تاني شيء الأمور الصور مثل السيتي سكان أو الإيكو، هيدي بتساعد بالتشخيص المتقدم ولا بالكشف المبكر، لأنه الصور ما بتأرجيك اللحمية وقتها بتكون بالمصران. نوصل لأهم فحص بالكشف المبكر عن هذا الشيء، هو تنظير المصران واسمه كولونوسكوبي. قديما كان في مثل خوف او تابو من هيدا الفحص، بس هلا مع تطور الطب صار الفحص كتير هين، ما بده اي شيء غير قبل بنهار تحضير بشربة تاع المريض ينظف مصرانه، تاني يوم بيجي على الريق على المستشفى، والموضوع بينعمل تحت تأثير البنج الموضعي شبه العام، بياخد بين 15 دقيقة والنص ساعة، والمريض بيرتاح نص ساعة وبيفل على بيته. التنظير هو تنظير تشخيصي وعلاجي بنفس الوقت، لأنه نحن وقت عم نعمل ناضور ولقينا لحمية نحن منشيلها بالناضور، وبهالطريقة منكون حمينا المريض من تطور هذا الموضوع إلى كانسر بالمستقبل. مشان هيك نحن منشدد على سبل الوقاية والتوعية، فحص الخروج ابتداء من عمر 50 سنويا، اجراء اول تنظير بعمر 50، واذا كان التنظير طبيعي بيحمي للمريض فترة 10 سنين، واذا كان في لحمية وانشالت بيرجع بيعيده المريض من بعد 3 إلى 5 سنين حسب نسبة الالتهابات اللي موجودة بقلب النضور. اخر شيء بحب ضيف شغلي، انه صحيح حكينا العنوان انه سرطان المصران والمخرج، بس هيدا الموضوع فينا نتفاديه ونتوقع منه وما نوصل لمرحلة الكانسر اذا عملنا سبل التوعية والوقاية والكشف المبكر. مشان هيك ما لازم حدا يهمل حاله، اي تغير بطريقة حياته، اي عوارض مش على ذوقه فيها ألارم، دغري منقصد الطبيب الأخصائي، لأنه كل شيء ببدايته بينحل 100%، كل شيء بوضع متقدم بسوري يتعذب المريض وما نوصل للحلول اللي بترضي المريض والطبيب. أنا بدي أشكركم على حسن المتابعة، وانطرونا بالحلقة الجاية بموضوع مشوق ومفيد تاني.